الاسم ديالي غريبة علاوي، أنا من المغرب الشرقي مدينة بركان. مدة 30 عام أنا عايشة في ألمانيا. هنايا في الحقيقة أنا ما قريتش مزيان في ألمانيا في المغرب. جيت أنا صغيرة مدة 13 عام هكا. في الحقيقة ما عقلتش بالضبط. مهم قريت تما حتى الثالثة. من بعد جيت لألمانيا كملت قرايتي هنايا، خديت واحد ديبلوم، وداك الديبلوم درت عليه الاول خدمت فيه فلوتيل باش هاد الديبلوم اللي خديت ديال تسيير العمل. خديت تجربة ديالي فلوتيل الاول واحد عامين. من بعد رجعت للشركة ديال السكة الحديدة في المحطة ديال القطار. خدمت تما اكثر من 10 سنين، وخدمت تما سيرت هذيك الشركه، كنت خدامه معاهم، كان عندي شي 140 خدام. خدمت مده اكثر من 10 سنين. الور صافي ولدت وليدي وجلست، قررت نجلس واحد عامين. ملي جلست من بعد خصني نرجع نخدم، قررت ندير المشروع ديالي. قلت ملي انايا يعني قدرت نسير شركه كبيره ب 140 خدام، نقدر ندير الشركة ديالي. الور ملي جيت لألمانيا، جات ليا في الاول كانت الحقيقة صعيبة لألمانيا، وانا في واحد اللاج اللي ما بين ماشي صغيرة كاع وماشي كبيرة. مع ذلك تقاتلت ومشيت دخلت ساهمت قريت مع الألمان، تعلمت الألمانية، كملت المدرسة ديالي. الور من بعد قررت باش ندير شي ديبلوم. قريت، انا كنت ساكنه في مدينه هيرت، معروفه هنايا في النواحي ديال نورد وستفالن. قريت تما، ملي كملت عاوتاني حتى الديبلوم قريته في هذاك في واحد سميتها الت هيرت. كملت المدرسة ديالي في ألتهيرت. عاد في ديك الساعة ملي كنت تنقرا على حساب الدبلوم ديالي ديال السير، بقيت تنخدم في لوطيل، تناخد المعلومات جوج خطات في الأسبوع تنخدم فيها، وثلاث خطات في الأسبوع تنقرا فيها، هكا باش كملت الدبلوم ديالي وصافي وبديت نخدم. ملي خدمت اكثر من 10 سنين في هذه الشركه ديال السكه الحديد، ملي وقفت قلت نرجع نخدم. الا في ديك التوقيت اللي كنت واقفه كنت نزيد شي سويعات عند واحد المحامي، كنت نعاونوه هكا نوجد ليه البراوات وكل شيء. قلت ليه ملي وصلت واحد الوقت قلت له صافي غادي نرجع لخدمتي اللي كنت شديت عليها واحد العامين ديال على حسب المرأة ميتة تولد تشد واحد 3 سنين ولا عامين. الور قال لي علاش انت كنتي قادره سيرتي 140، يعني تقدري ديري حتى الشركه ديالك. قلت لي في الحقيقه تنفكر فيها ولكن جات لي شويه صعيبه. قال لي لا ما غاديش تجيك صعيبه، غادي انا كيفاش تنعرفك غادي تسيري داك الشيء. قال لي علاش ما ديريش المشروع ديالك؟ قلت لي ما عرفت واش نقدر وهادي. قال لي لا راه كيفاش تنقدرك غادي تقدري، كي كنتي تسيري كدا 140 خدام يعني تقدري تسيري حتى الشركه ديالك. قلت لي اوكي، هذه اللي بديت فيها، وزوجي حتى هو ساعدني، حتى هو ساعدني في شي حوايج. بديت والحمد لله. كانت في الاول شويه سناتوريش، كان كانت الاول شويه فيها صعوبات بالنسبه لي كليان، باش تجيب لي كليان، بالنسبه للبيرسونال باش تلقى البيرسونال، هما هذوك كانت شويه صعيبه. ولكن الواحد الا كان باغي يخدم وبغى يوصل شي بلاصه يعني خصو يخدم ويوصل ان شاء الله. الشركه ديالي سميتها بي جي اس، وجالسه في كولن، وحنايا بالنسبه ديال السيرفيس ديال الميناج تنديروا الميناج لاي حاجه، لوطيلات، الغاسترونومي، ديال لافوكا، ديال كلشي. المهم هادشي ديال
ودابا حنايا الشركه بدات في 2007، دابا وصلنا الحمد لله عندنا شي 70 شخص اللي خدام معانا. حنايا خدامين دابا في النواحي دكن، خدامين في دوسلدورف، خدامين في فرانكفورت، خدامين في بون، يعني شتين شويه مع هاد نورد فاستفال. واول حاجه خدامين بعدا مع البنك الشعبي، دابا تقريبا شي مده خدامين مع البنك الشعبي مع القنصليه. هي في الحقيقه ان شاء الله الامنيه ديالي وهذا الشيء نديه للمغرب، بغيت ندير هذا الشيء في المغرب ديالنا. الحمد لله تنطبقوا داك الشيء اللي تعلمنا من هاد الالمان، تعلمنا منهم الحوايج اللي تنديروهم نديروهم نيشان، والوقت اللي ندير نطبقوا له وقت في اي حاجه. وهذا الشيء الحمد لله اللي خلاني نشد مع الالمان نخدم معاهم. دابا عندي لي كليان اللي 10 سنين من اللي بديت وهما عاد معايا، اللي شركات كبار من جايين من الانجلاند جايين. وهذا الشيء في الحقيقه ما تنمشي للمغرب، تنمشي للوطيلات بزاف، تنمشي لمراكش، تنمشي لاكادير، تنمشي حاجه تنشوف خاصه في المغرب ديالنا ديال داكشي ديال الميناج يكون يعني بالنسبه للنقاوات اهم حاجه. وهي في الحقيقه لو كان لقى شي طريق نمشي ندير حتى في بلادي هاد الشركه. انا في الحقيقه ماشي بكل صراحه، بزاف المغاربه ملي تنسمع داروا شي حاجه تنفرح، ولد بلادي بنت بلادي دارت شي حاجه تنفرح ليها. هذه واحد المده، نعطيكم غير واحد المده، كان واحد السيد حل واحد الريستورا ديال البيتزا، كانت تمشى ليه مزيان، مش مشالش كتمشى ليه عادي، الناس عادت تتعرف. ما وصلش عليه واحد المده هو يخرج، يلاه بدا تيتعرف وهو يخرج. ملي سولنا عليه قال لك راه ما تمشاتليش وقف. الوغ هي الله هو تعرف، ما جا هو يبيع وداك اللي شرى عليه بدا تيتمشى ليه، وبقى فيه الحال اللي باعها. وديما تنعطي النصيحه اي واحد، اي الاخت ولا الواحد، بالصبر. الواحد خصو بالصبر، يعني نويت ندير شي مشروع خصني نخدم بيديا وعقلي راسي رجليا والقوه اللي فيا، لا بدا في الاول والصبر. وإلا ما كانش عندي واحد البيجي اللي نتكل عليه واحد العام، انما بزاف اللي تيمشيو غلط يقول لك غندير المشروع وتصحاب لهم غيديروا المشروع على شهر غادي تمشى لهم داك المشروع. لا، اول حاجه خصك المشروع يتعرف، خاص هادي وخصو البيجي ديالو اللي باش يسير به بعد داك الوقت، ومن بعد تيحن الله ان شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.